بسم الله الرحمن الرحيم. فتحت يا جماعة الخير. نايس. خلنا نحط. وش الصوت؟ هلا والله، رجعنا لكم في ماينكرافت. طبعا يا جماعة الخير، قبل لا أبدأ المقطع حاب أقول شيء، أو قبل لا ألعب، مو وش أبدأ المقطع، أصلا أولادي بديت. حاولت أني أبحث على سالفة الموب تراب، واكتشفت أنه جدا صعبة في الوقت الحالي أني أسويها، لأنه يبغى لها موارد حجر مرة كثير. وأنا عن نفسي صراحة كان ودي أني يعني أجيب تراب، لأنه بوريكم الحين كم عندي تراب. عندي تراب يا شيخ. ها؟ هذا كيف لاقز هنا؟ هلا والله بالشباب، كيف الحال؟ طبعا عنكبوت ما يتكلم معي في الليل. صح، على سيرة العنكبوت، ما ادري ايش دخل العنكبوت، هذه افضل 15 تعليق. اي نعم، هذا المقطع راح يكون استثنائي، وشكرا لكم من القلب على دعمكم وتواصل لي، والله العظيم يا جماعة الخير. يمكن اكثر شيء انا مستمتع فيه في القناة حاليا دعمكم لي وكلامكم الحلو والجميل، والله العظيم اشكركم شكر خاص من القلب، شكرا لكم. وصح، اللي مو حاط لايك الان اتمنى تحط اللايك، واذا كنت جديد يا هلا والله فيك، نورنا في زر الاشتراك، واضغط على زر التفعيل التنبيهات عشان يصلك المقطع اول باول. احس نفسي قاعد اكلج واجد، اعذروني اعذروني، ما ادري ايش فيني. سبحان الله، قال اعذروني اعذروني، ما ادري ايش فيني، وش فيك يعني. بوريكم، شايفين عندي تراب كم؟ يعني عندي استاكات بالهبل. صخر عندي كم حبه، لكن والله شاكك انه ما يكفني، فعشان كذا بخليها حلقه حلقتين قدام، اجمع خلف الكواليس على الاقل، اجمع حجر مضبوط. وبنفس الوقت اكتبوا لي تحت في التعليقات، هل يمديني عن طريق التراب ذا اسوي شو اسمه الموب تراب حق الوحوش، ولا خاف يتفجل علي؟ انا خايف اني اتعذب وابني ويطلع شيء خرب علي، مصيبه ذي صراحه، من جد مصيبه. فحاليا في بعض التعليقات جتني يقولوا لي انك شيل يا اخي، شيل شو اسمه الستون وحط مكانه تراب عشان الحلال اللي عندك ياكل. فعلا صح كلامكم، صراحة اشكركم على تعليقاتكم اللي راحت، يعني علمتوني انه الدجاج ذا اقدر اجيبه عن طريق الجذور القمح اللي بيدي، اشياء واجد اكتشفتها. والبيض اذا قطيته راح يفقس، وفي واحد يقول لي ما يمديك اللاما ذا تربيه، الا ربيته وهجته، شوف كيف يناظرني، شوف. بس يبغالنا شو اسمه، تعرفون شو يبغالنا؟ يبغالنا ذاك. ايوه نعم بالضبط هو، بس كيف بنجيبه؟ الفيش فارم، ما ادري، ما اعرف اسوي فيش فارم، مش عنيا بكسر ذولي عشان ابعد 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 ابعد، لا تطيح ابعد، لا اقعد اهفك الحين انا بذا بدون ما ادري وتروح تطبقبك علينا، والله مصيبه. يعني الحين ذولي حبست هره لا طعمتها ولا ما ادري ايش، ترى لا حبست الجماعة ذولي، انا مربيهم على الطيب ترى يا جماعة الخير. ايش دخل لي يا شاطح؟ اطلع اطلع يا لين اللي. يا اخي اقسم بالله العظيم، والعنكبوت مسوي فيها الطفل البريء. ها يا لين العاد، هذا كيف بتفهمه؟ تعال إيه اوكي، انت عاد اربيك، انت اذا ما تبعد اربيك تسوي فيها اليف، وفي الليل يطق مخك. لا 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 لا، اوه حيوان ذا خروف، والله انك حيوان مروح. اوكي حاليا ضبطناكم. صح، في واحد يقول لي انك حط حدود بينك وبينهم عشان لا يطبون ياكلوا لك الزرع. لا ما عليك يا صاحبي، انا مضبط الامور هنا، شايف حاط بوابه صغيره عشان اقدر اروح وادخل منها على كيفي. صح، بالنسبة للناس اللي يقولون ان الطيور ذيك جتك بسبب انك ما تنام كثير، يب فعليا صح كلامكم، انا ما انام كثير والله، انا اعدي ايام بدون ما انام، فصاروا والله صراحة مصيبة انهم يجوني، كانوا يجوني بشكل جدا 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 حرفيا كبير. فحاليا يا رب يكون طالع الزرع، نبغى نحصد. اح او اشوى، لا 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 ان او ماي جاد، هذه والله اللي مسويها امس انا، في واحد جاي علي في الليل وهابت فيهن، صدقوني اذا والله انه في واحد جاي في الليل وهابت فيهن، صفى ربي ما ابغى احلف على شيء، لكن انا قبل لا انام ذاك اليوم مضبط ذول القطعتين. فعلموني، اكتبوا لي في التعليقات هل في يمديهم يطبون الزومبي ويخربون الزرع علي؟ اعتقد يب، اعتقد يب، اعتقد ما يحتاج تكتبون، اعتقد يب هذا الشيء. اوكي حاليا بعد ما صحيت ابغى اروح اطعميهم وخليهم كذا يتكاثرون عندي عشان نبدا ان شاء الله تعالى نقطعهم يا خلف الكواليس يا في الحلقات القادمه. تعال حاليا ابغى اخذ حبات الدايموند، وين حبات الدايموند؟ وبجي شو اسمه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله، بصنع بيك اكس، بيكاكس نعم، علشان اقدر اسوي بوابه النذر، فيمديني اسوي واحد ممتاز جدا. اوكي حط لنا اياه هنا، كان في عندي كتيب، طبعا الكتيب ذا كيف استعمله؟ حرفيا كان في عندي كتاب، خبر وين الكتاب؟ إيه هذا الكتاب. طيب دقيقه الحين لو امسك مثلا الكتاب واحطه هنا واحطه مع هذا يمدي كذا، طيب طيب كذا، طيب اوكي كذا كذا. يبغانا نسوي المكتبه، اوكي نسوي المكتبه ما هي مشكله، خلنا نحطه دايما بس عشان لا يضيع علي. حاليا بروح ادور مكان كسرت، خليت البركان يصير نار.
كان يصير نار. خليت البركان يصير حجر ذاك. ايوه الحجر ذاك عرفته. فنروح نجيب لنا كم حبه منه في البيك اكس الدايموند وناخذ معنا الحديد لعله وعسى يفيدنا. مش ناخذ في بوابه غير ذي طبعا طلعت منها انا حرفيا في مكان طلعت منه اوكي غير ذا المكان. المكان مضبط بمويه بس في مكان ثاني كنت حافر اعمق وهناك مليون في المية في اوبسيديان مليون في المية في اوبسيديان اعتقد ذا المكان بس انا مختمه صح يب مختمه وانا ضيحه ننزل يلا يا رب بعد ما اكون مختمه وماكل مقلب بنسي والحين طايح وفاطس حسافه الدايموند اللي معاي البكاكس صراحه حرفيا الله يستر. واخيرا وصلت صح يا جماعه الخير ترى حاب انوع على شيء ترى انا حاليا قاعد اصور في الكاميرا الجديده حقتي فاذا لاحظتوا اي اخطاء اي مشاكل علموني انا في الوقت الحالي ترى ماني مرتاح لها فبنزلها شوي لتحت بعد عشان تكون مستقيمه لانه انا احس نفسي وانا قاعد العب فراح يكون شكلي كذا يعني ما اكون ناظر الكاميرا يكون شكلي كذا مركز فحس راح يطلع شكلي خايس فاعذوني بس ذا المقطع يعني حرفيا انا ماني عارف الى الان الوزنيه الصح فتعرفوا انت اول واحد شيء جديد لازم ياخذ وقت يتعلم تكفى تقول لي ما يتكسر ذا تنصدم عيشتي انا الحين جيب يا وليد شو اسمه بيك اكس دايمود يتكسر معاك هاي يا جماعه الخير اشوف مو قاعد يتكسر من جد قاعد يتكسر ذا ولا ما اشوف المشكله اوه اشوى يتكسر والله في لافا تحت والله هذه مصيبه صراحه كسر دي بعد المشكله بعد راح يكون في لافا هنا يا رب ما تحرقها اللافا لا ما تحرقها بس والله يا انه ياخذ وقت واجد لو لا بموت 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 اللافا خبر ضلت تدمجني إنين افطس اشوى خلاص بصير اكسر من هنا من تحت صراحه ما ادري والله نهائيا نايس والله دايركت دمجت ما شاء الله اوكي يا جماعه الخير جمعت حاليا 41 حبه وصراحه مشوار مره طويل لو ابغى اوصل هناك وهناك في سكيلتون ديبان منتظرني انا متعود على ذي الكامتر ما متعود انا على ذي الكامتر عشان كذا احيانا ناظر على الجهه دي فاعذروني على الموضوع اي ايام متعدي فحاليا بما انه هنا المنطقه دي فبحط هذه هنا اعتقد كذا صح اوكي طبعا حاليا انا ما راح شو اسمه ما راح يعني اخلي ذا مفتوح فبسكره بصير احف او ماي جاد بكسر والله واجد شكل ما عليه يلا عوافي الله يرحمك يا الحديد كنت زين وهلك زيني اوكي كذا خلاص اعرف انه هذه مكان هنا والله دمجت تدميجه خفيفه حاليا ما ابغى اطيح علشان هناك في سلايم فغالبا 100% ما راح اموت على كلامكم فالحين نرجع للبيت ونشوف كيف بنسوي آلة التطوير ونشوف كيف نسوي الاشياء الحلوه الثانيه نعم اوكي هذه هي آلة التطوير يبغى لها كتاب ودايموند وريد ستون اوبسيديان اوكي عندي كتابه خبر هنا يب اوه بس الكتب حقتها وين الكتب حقتها خبر شكلها انا شكلها وين 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 هنا المهم خلينا نسوي حاليا ذي هذه هي اخذت 2 دايموند واخذت كم حبه وثلاث اوكي الصخر ما يهمني بس الحمد لله يعني الدايموند اللي معي كفى اوكي بوك اند اوكل لا ما ابغى هذا الكتاب انا ابغى الكتاب الثاني الكتاب بيجيك الخفيف ذا كيف تسويه اعتقد يمديك تسوي كتب خبر اكتبوا لي في التعليقات تحت بدين نسوي كتب اوكي يا جماعه الخير حاليا ترى الصراحه انا ما عرفت كيف اسوي الكتب اكون صريح معاكم فعشان كذا رحت يوتيوب وشيكت على الوضع كيف الموضوع يكون فاكتشفت انه الكتب تسويها عن طريق قصب السكر تحوله الورق وبعدين تجيب جلد وتحول الجلد الى كتاب بس حاليا انا ما عندي قصب سكر ولا عارف اصلا طريقه زرعه اوه تصدقون طريقه زرع قصب السكر عن طريق اني اجيب رمل واحطه بزوايا خبر كذا تصدقون دقيقه اوريكم واو والله يطلع في الليل مي هينا شوفوا لاني باني جنب شو اسمه لاني باني قريب شوفوا وش صار واو اوكي تكسر كانه سيفي اوكي رجعنا لكم يا لين الى الان ماني متعود اناظر على الكاميرا شوفوا هنا في قصب سكر بس ما ادري ايش مرسبن هنا حرفيا انا ماني فاهم الطريقه اللي تخلي قصب السكر يرسبن كذا يعني بحركه والله انا ماني فاهم ليش يرسبن كذا فعلا ما علينا وعلى فكره ترى لقيت السيف حقي ما ادري كيف طيحته لا تسالوني كيف طيحت السيف حقي لكن ما علينا اعتقد وصلنا البحر خلينا نروح نجيب رمل ونعين الله خير نرجع فيه للبيت اوكي رجعت البيت حاليا انا ما اعرف كيف نظام شو اسمه القصب السكر يطلع فانا المنطقه ذي اسمدها حرفيا وبحط كذا داير ما يدورها الرمل وبعدين بحط مويه في الوسط وبخلي بشوف هل يطلع قصب سكر ولا لا براسي فكره بسويها الحين وارجع لكم اول ما اسويها
اعتقد خلاص اكثر من كذا ما اقدر اسوي. قصب السكر اعتقد ما يمديني ازرعه صح؟ دقيقة والله انا متوقعت اوه يمديني ازرعه. سلامات شكلي ما يمديني ازرعه الا على الرمل. اوكي وهو يرسم اماكن عشوائية. اوكي بحط كل ذولي. شكله عجل الكتب ما راح نسويها اليوم. بجرب احط ذولي واشوف هل يرسم المكان قصب سكر كذا يتدبل ولا لا. المهم بروح انام حاليا وقفت لكم دي عشان تفكس. لا بخليها بعدين وقفتها ان شاء الله يا صحيت منه. اوكي حاليا يا جماعة الخير للأسف ما عندي فلنت عشان اقدر اسوي بوابة نذر. فعلى كل حال وش بسوي؟ بحط الحجر حق ستون موجود هنا وبروح ادرع على كهوف ادور فلنت لانه صراحة ما في هذا الحل. فباخذ دي كذا خبرك عندي شفر ما عندي شفر. اوه شت يلا نسوي شفر قبل لا اروح. خلنا نقط البيض ذا اللي معنا يا رب يفكس شيء. يلا 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 الله يا جماعة الخير ما فكس شيء نهائيا. شو السالفة؟ هل انا سويت شيء غلط؟ ما ادري. المهم ليتس جو للكامب. يلا يلا ندور لازم نحفر في شو اسمه في نوع من التراب معين لازم احفر فيه عشان اقدر اطلع ذاك شو اسمه الفلنت. يا عمي والله قروش يا الحلقة دي احسها اكثر حلقة قروشت فيها حرفيا اكثر من حلقة ترى البناء. حتى البناء حقي مو ذاك الشيء لكن يعني الواحد في المستقبل يعدل كل شيء. 2 hours later واخيرا واخيرا لقيت حبة واحدة ابغى. تكفون يرحم امكم حبة واحدة. انا خاف الحين اطيح ذا علي افطس. استغفر الله. تكفون حبة فلنت بليز ما جيت كل ذا الوقت علشان شو اسمه امانة يا اخي امانة. والله اني صار لي ساعة يا جماعة الخير احفر ذا الشيء والله يا اخ الله. اوه اعطوني يس يا شيخ واخيرا والله يا انه معاناة. دقيقة بجمع زيادة ما اوكي اعطوني حبة. اوه شت حبيبي انا لازم انتبه. ياب زي ما توقعت بالضبط والله زي ما توقعت بالضبط. لازم انتبه عشان لا اروح الحين افطس فطسة ما بعدها فطسة حرفيا. لا 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 اوكي اعتقد خلاص كافي اللي معاي. كم حبة معاي؟ 5 حبات والله يعني شيء افضل من لا شيء. دقيقة خلنا نشيل ريدستون معانا واحنا راجعين على البيت. حبيبي والله اني حفرت واجد علشان الاقي ذا المروح. والله انه مروح الحين ذكرني من وين برجع. اي صح من هنا. يوه لازم احفر يا عمي. اوه طلع ذا هلا والله زي ما توقعت كويس. بس بخليه يطلع زياده عشان يكون معي قصب سكر واجد عشان الحلقه القادمه نعرف ايش نسوي. والله ناي صراحه قاعد اتعلم يا جماعه الخير قاعد اتعلم. اوكي حاليا نحط دي الاغراض كل ابوها. تعال كذا 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 والله 50 ريدستون نايس. والله صار عندي ريدستون واجد ترى صار. بغانا بعدين نشوف المورد الريدستون ذا نضبطه ويضبطنا بنفس الوقت. اوكي الحين تعال يا الحديد حط لي حبه هنا واخيرا يا شيخ. والله واخيرا والله يا انه ذا الفلنت مره صعب تجيبه صراحه. مو صعب يعني لكن مره مشوره يعني تروح تدور الجرافل ذاك اللي يطيح. والله انه راعي طويلة صراحة. اوكي بوابة النذر غالبا بحطها هنا بهذا المكان عشان اشوفها يعني او احطها فوق في البيت. فوق البيت ينفع ولا يكون شيء والله خايف صراحة. انا ما اذكر بوابة النذر كيف نظامها بس اخاف صراحة الحين كيف نبغى نبني بوابة النذر. 3 حبات اعتقد 3 حبات ارض بعدين العيد. لا مو العيد دقيقة جيب لي حبة من هنا حطيها هنا. الحين هذه 3 حبات فوق بعد حبة كذا اوكي ممتاز جدا. بعدين حبة تراب ثانية عشان اقدر شو اسمه احطها كذا جنبها. بعدين حبتين 3 احط حبة هنا كذا ينفع؟ اعتقد يب ينفع. تكسر لي الحين بسم الله الرحمن الرحيم.
فتحت يا جماعة الخير. نايس. خلينا نحط. وش الصوت؟ اوكي اوكي ماني ماينا. خلونا نحط اغراضي ونام ونستكشف نشوف شو الوضع داخل. هلا والله اندروه. تعال 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 تعال. وين راح؟ لا يا شيخ كنت ابغاك عاد. يا الله طحت بالتراب. وين راح طيب؟ وين؟ اوه هذا هذا. تعال تعال تعال. اي عصب عصب. اي عصب 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 عصب. اي عصب. اي تعال تعال. والله انه دمجه مره قوي ابن الذين. والله يا دمجه مره قوي صراحه. ما علينا اهم شيء نتفنى عينك يا مروح. والله العظيم العين حقته تساعدني في المستقبل البعيد او القريب لا ادري صراحه. اوكي يا جماعه الخير جاهزين ندخل؟ انا والله العظيم متحمس مره اشوف ايش في داخل. كيف ادخل كذا؟ اوقف بس. اوكي لودينج ترينر تيراين تراين. وش تراين ذا؟ تيراين. ويرجعني بعد. نايس والله. لا بس بوابتي غير. اوكي ايش في هنا داخل؟ واو وش الصوت؟ طيب هذا الحجر كويس؟ هذا الحجر قلت لي يا جماعه الخير اجمعه؟ ها؟ في اصوات غريبه. وش ذي الاصوات؟ وش ذا؟ هناك سياف؟ هذا ايش هذا؟ وش يسوي ذا؟ هذا ايش؟ السياف ما جاني الان؟ ايوه زومبي معاه. ما يضربني غريبة. ليه ما يضربوني؟ الو؟ ليه ما يضربوني؟ ماني فاهم. والله يا البوابة النذر مرة كبيرة يبغى الواحد جاي يستكشفها. واو والله انها مرة كبيرة صراحة. برجع 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 للعالم حقي يا حبيبي. خايف اني اضيع هنا صراحه ولا اندل الطريق فبخليه الحلقه بعدين ان شاء الله تعالى. حاليا انا ماني مستعد ابدا اني الوت النذر فنخليها ان شاء الله تعالى حلقه قادمه باذن الله. بس سوينا انجاز في ذي الحلقه يعني حرفيا هي سجلت تقريبا ساعتين ونص. تخيلوا ساعتين ونص. اي نعم ف ما سوينا في ساعتين ونص اشياء واجد لكن يعني اهم شيء بنينا بوابه النذر وعرفنا كيف نطلع قصب السكر عشان نقدر نسوي كتب ونطور نفسنا لانه عندي ليفل 16 صراحه ما ابغى ينقص علي. اوكي حاليا اجمع بطاطس ورد ازرعها لكن هذه اسويها خلف الكواليس. طبعا كذا نكون وصلنا لنهايه المقطع. شاكر لكم على المتابعه. اتمنى اني اكون كفيت ووفيت. في النهايه غالي ما كنت حط اللايك. اتمنى تحط اللايك وتشترك في القناه ما كنت مشترك وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك المقطع اول باول. وفي النهايه ما اقول غير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.